السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، مرحبا بكم في قناتي في اليوتيوب امين انجليش. اليوم غادي نحكو في موضوع مهم جدا، واللي هي واش هي اهم الدروس اللي لازم نحضرهم للاختبار الاول، ولا واش هي اهم الدروس اللي لازم نعرفهم قبل ما ندخل في الاختبار الفصل الاول، وقبل ما ندخل في موضوع البكالوريا ولا امتحان البكالوريا في اخر سنه ان شاء الله. لازم نعرفوا انه الموضوع يتكون من نص اسئله البناء الفكري، اسئله القواعد، واسئله الفقره كما كامل نعرفه. واش هي اهم خمس عناصر في البناء الفكري، واهم خمس عناصر في القواعد لازم نكون نعرفهم، واهم خمس اشياء في الفقره لازم نكون نعرفهم قبل ما ندخلوا نفوتوا اختبار اللغه الانجليزيه. اهم خمس اسئله تجينا في البناء الفكري هي the type of the text. هذا السؤال تقريبا دائما يجي في البكالوريا. What is the type of the text؟ ولا the type of the text is، ويعطيك خيارات. الحاجة الثانية اللي دائما تجينا في البكالوريا true or false. الحاجة الثالثة answering the question. answering the question سؤال مهم جدا وعليه نقاط بزاف. هي كل أسئلة البناء الفكري عليها ثمان نقاط. ثمان نقاط ليست بالنقاط القليلة، لازم تركزوا على هذا الجزء. مشي مباشرة كي تبغوا تراجعوا اللغة الإنجليزية تروح تراجع جرامير. عندك ثمان نقاط في البناء الفكري لازم تركز عليها، ولازم تعرف كيفاش تجاوب عليها بذكاء. هذا الجزء تاع البناء الفكري هو جزء سهل جدا إذا درسناه بذكاء. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الأسئلة اللي تتكرر لنا بزاف في موضوع البكالوريا. ركزوا معايا وتفرجوا هذا الفيديو للأخير. قلنا عندنا type of the text، true or false، answering the question يعطينا أربع جمل ولا أربع أسئلة إحنا نجاوبوا عليهم. رانا دايرين فيديوهات بالتفصيل في قناتي في اليوتيوب كيفاش نجاوبوا على أسئلة البناء الفكري. نروحوا للسؤال الرابع اللي لازم نركزوا عليه، هو in which paragraph is it mentioned that، ويعطيك جملة. في أي فقرة نلقوا هذه الأفكار؟ هذه أيضا تتكرر بزاف في موضوع البكالوريا. والسؤال الأخير اللي هو synonym والopposite. ممكن أيضا يعطينا what or who do the underlined words refers to in the text. على من ولا على ماذا تعود هذه الكلمات المسطرة والضمائر المسطرة في النص. هادو هما خمس أشياء اللي لازم تركزوا عليهم، وخمس أسئلة اللي لازم تتمرنوا عليهم كي تحلوا مواضيع البكالوريا، ولا كي تحضروا الاختبار الفصل الأول، ولا تحضروا البكالوريا. لازم تركزوا على هاد خمس أسئلة وتحاولوا دائما تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليهم بطريقة صحيحة. نروحوا لجزء جرامر، نشوفوا واش هي لاباس تاع الجرامر، واش هما أهم الأسئلة اللي جونا في جزء الجرامر. أول حاجة تناولنا في عديد من الفيديوهات ونبهت في عديد من الفيديوهات أنه لاباز تاع الجرامر هي التنسس. لازم تكونوا تعرفوا الأزمنة باش تحلوا جميع القواعد. اللي ما يعرفش الأزمنة، أول حاجة في السنة تاع البكالوريا في التحضير البكالوريا، قبل ما يراجع أي درس، قبل ما يراجع الشرط الكونديشن، قبل ما يراجع الباسيف أكتيف فويس، قبل ما يراجع الوش، لازم يكون يعرف الأزمنة. تنسس present، past، past continuous، present continuous، past perfect، present perfect. ولأهمية هذا الموضوع درنا عليه بلاي ليست خاصة، بلاي ليست تاع كيفية تصريف الأزمنة، وبلاي ليست تاع كيفية حفظ الريجولر فيربس اللي هي أصعب جزء نقدر نقوله بالنسبة للتلاميذ فيما يخص الأزمنة. الحاجة الثانية اللي لازم نركزوا عليها هي درس تاع بريس. كيفاش درس تاع بريس؟ بي ار اس بريفكس روت سافكس. هذا الدرس قادر يجينا في ثلاث أسئلة. قادر هو يعطيك كلمات ويقول لك قسمهم لي إلى prefix root suffix. for example international يعطيك هذه الجملة، يقول لك قسمها لي إلى prefix root suffix. inter prefix root هو nation، والsuffix هو all. قادر يعطيك أيضا تابلو تاع noun verb adjective، هذا أيضا يتعلق بالprefix root suffix. وفي الأخير قادر يعطيك give the opposite keeping the same roots، أعطي عكس الكلمة بالحفاظ على نفس الروت اللي هو الراديكال. for example happy unhappy، هنا باستعمال prefix
درنا عكس الكلمة. الجزء الثالث اللي لازم نركزوا عليه في الجرامر هي final s, final ed والسيلابلز، وهذا في الحقيقة هو pronunciation، لكن خلينا ندخلوه في جزء تاع جرامر. هادو عليهم زوج نقاط إلى زوج نقاط ونص. هادو أسئلة مهمة جدا ما لازمش تهملوهم، وهي في الحقيقة سهلة جدا، وهذه ما تسحقش أنك تكون متمكن من الأزمنة. رانا دايرين فيديوهات عليها بالتفصيل، قلنا هذا الفيديو فقط نفصله في أهم الأشياء اللي لازم تكونوا تعرفوهم. وطبعا في القواعد بعد ما تشوفوا تاع بلاي ليست على الأزمنة وتتمكنوا منهم، كاين فيديوهات لجميع الدروس اللي شفتوهم في الفصل الأول. بالنسبة للعلميين كاين الكونديشن، كاين الباسيف أكتيف فويس، بالنسبة للأدبين كاين although وكاين after before. جميع الدروس تاع القواعد راهم في قناتي في اليوتيوب. ننتقل إلى written expression اللي هي وضعية. خمس نصائح لازم تكونوا تعرفوهم في الوضعية، بالإضافة أنه درنا بلاي ليست بالتفصيل كيفية كتابة الفقرات. روحوا شوفوا بلاي ليست اللي يبغى يتمكن من كتابة الفقرات بالنسبة للعلميين ولا بالنسبة للأدبين، رانا فصلنا فيهم الفقرات. عندك خمس نصائح. أول حاجة تعرف شكل الفقرة تاعك. إذا قال لك اكتب لي فقرة، كاين فرق انه يقول لك اكتب لي فقرة ويقول لك اكتب لي letter. لازم تعرف الشكل. الحاجة الثانية ما لازمش تخرج عن الموضوع. على سبيل المثال كاين كثير من التلاميذ يروح يحفظ الايجيبشن سيفيلايزيشن، بعد يلقى المايا سيفيلايزيشن يكتب لها ايجيبشن سيفيلايزيشن، هنا خرجت من الموضوع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما لازمش الاخطاء الاملائية، وهذه شفناها وهذه نتعلموها كي نتعلموا التنسس باش ما نديروش اخطاء في الكونجوغيزون، اخطاء في الكلمات في اللغه الانجليزيه. النقطه الرابعه لازم تحط فيه اكبر عدد من المصطلحات اللي راك حافظهم واللي راك فاهمهم من الوحدات. النقطه الخامسه طبعا اللي تعرفوها كاع، ما لازمش تتعدى عدد الاسطر اللي طلبها منك. اذا التزمت بجميع هذه النصائح في الفقره ان شاء الله تدي 5 على 5 ولا 6 على 6 كما عندكم انتم الادبيين في الفقره. هذه هما جميع النصائح وجميع الاشياء اللي لازم تركزوا عليهم في موضوع البكالوريا وفي التحضير لاختبار الفصل الاول. بالتوفيق، تلقوا جميع هذه الدروس في قناتي في اليوتيوب امين انجليش. السلام عليكم ورحمه الله.